نبدأ أولى فقراتنا زي ما احنا متعودين بالفقرة الإخبارية، لأن في حياة الأمر امبارح كان في أخبار وأحداث كتيرة مهمة، أبرزها إن الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف ونفت كمان تجريف وبيع الحديقة الدولية وأكدت على تطويرها خلال الفترة القادمة. في كمان مجموعة من الأخبار المتنوعة التي حدثت بالأمس، وده هنتابعه في سياق التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، كان أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير تضمن مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 17 ولحد 23 سبتمبر. تضمن الإنفوجراف الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح كمان أكدت الحكومة إن الأخبار اللي اتكلمت عن تجريف الحديقة الدولية في مدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة فيها تمهيداً لبيعها هو كلام غير صحيح، ووضحت إن الحديقة الدولية ليها طبيعة خاصة ومش ممكن المساس بيها لأنها واحدة من أهم الوجهات السياحية الموجودة داخل مصر، وباعتبارها صرح متكامل بيضم نماذج من المعالم المميزة لمختلف دول العالم، ده غير إنها نافذة بتعكس ثقافات الدول، ودلوقتي بيتنفذ فيها خطة شاملة لتطويرها ورفع كفاءة كل خدماتها مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة. أيضاً امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أعلن أنه هيشارك في المعرض الأول للكتاب اللي بتنظمه أكاديمية نصر العسكرية العليا في مقر الأكاديمية في الفترة من 24 ولحد 28 سبتمبر، واللي هيقام تحت شعار القراءة أمن قومي. امبارح قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد لحد آخر شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بالإضافة لتوفير كل أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كمان قامت الوزارة بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجاً في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. يعني خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة في المحافظات. قبل الجولة بتاعت المحافظات في الحديقة الدولية، فاكرة تطوير حديقة الطفل؟ نفس الشائعات اللي طلعت ونفس الرد اللي اتقال، والحقوا وبيهدموا الحديقة وبيعملوا. النهاردة بقى مكان روعة، مكان تقدر اللي انت تروح بصحبة الأسرة كلها تفطر فيه وتستجم بالأجواء اللي موجودة هناك، حديقة فعلا لكل المصريين. نفس الأمر النهاردة بيحصل للحديقة الدولية، مجرد ما بدأت أعمال التطوير، أعمال الإنشاءات اللي بتحصل فيها لتطويرها ورفع كفائتها ويبقى مقصد يقدر الناس فعلا اللي هي تستمتع بيه، بدل ما هو مكان موجود مش يعني أقول إيه مش بيواكب التطورات اللي موجودة في مصر في الجمهورية الجديدة، بتبتدي تتعالى الأصوات والحقونا وبيحصل. فين الناس اللي كانت بترفع صوتها وقت تطوير حديقة الطفل؟ أعتقد مش موجود. طيب خلونا نروح لجولة سريعة في المحافظات اللي حصل فيها أخبار مهمة وموضوعات كتيرة، منها افتتاح 13 مسجد جديد في محافظة البحيرة بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وإنجاز 95% من أعمال الرصف في 24 شارع في حي غرب بمحافظة الأسكندرية، والبدء في مد شبكة الري بسيوة بطول 6 كيلومتر، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة امبارح، أبرزها زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر لمحافظة البحيرة، وده بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتم افتتاح الصلاة في 13 مسجد جديد على مستوى 8 مراكز. في الإسكندرية نسبة إنجاز أعمال الرصف اللي بتتم في 24 شارع في حي غرب وصلت ل 95%، وتم تخصيص 15 مليون جنيه كمان لرصف الشوارع في نفس الحي. الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أكد خلال زيارته الواحد سيوة أنه هيتم البدء في طرح مد شبكة الري بالمنطقة من 3.2 كيلومتر ل 6 كيلومتر، والانتهاء خلال نهاية هذا العام لخدمة جميع المزارع بالمنطقة، مع ضرورة توعية وتشجيع الأهالي على الري بالنظم الحديثة. حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
قال إنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطة على مساحة 3000 متر تقريباً ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق والمخطط الاستراتيجي للقضاء على الأسواق العشوائية ونقاط الضعف والتكدس والزحام المروري وظاهرة الباعة الجائعين. اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قال إن أعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع انطلقت لتوفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 308,632 رأس من بداية الحملة ولحد دلوقتي بنسبة تغطية وصلت ل 80%. المهندس رمضان الشفعي أخصائي القطن بمديرية الزراعة في بني سويف قال إن عدد الموردين لمحصول القطن بعد الجني وصل ل 2238 مورد بواقع 12,942 كيس قطن، وصلت أوزانهم 12,733 قنطار، وهيتم استقبال محصول القطن من الفلاحين داخل 9 مراكز تجميع بالمحافظة. اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد وصول بعض المساعدات المتنوعة بإجمالي 1799 كرتونة مواد غذائية، وتم توزيعها على مختلف جمعيات تنمية المجتمع بمدن ومراكز المحافظة. في محافظة المنيا مديرية الصحة هناك نفذت 7 قوافل طبية بقرى المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 12,645 حالة تخصصات مختلفة. مديرية التربية والتعليم بالغربية فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة الوطنية للمهارات World Skills، واللي أقيمت تصفيتها في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر في المجالات المختلفة.